دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير والسعادة. والنهاردة اليوم السعادة فعلا بالنسبة لي لأن هو اليوم العالمي للشاي. صحيح. أنا عارفة أنت بتحبي الشاي قوي. جدا يعني ده صديق الرايق زي ما بنقول كده. الشاي بقى هيدفينا اليومين دول برد زي ما عرفنا كده الكلام. يعني احنا مش برد قوي بس هو في انخفاض أكيد في درجات الحرارة. خليني بس أقول إن فعلا الشاي بالنسبة لنا مهم جدا كمصريين، مع حاجة حادقة، مع حاجة حلوة، بعد الأكل، قبل الأكل، مع سندوتش جبنة بيضة، مع حاجة مسكرة. بالنسبة لنا كوباية الشاي دي خير جليس لينا كلنا. انا بعتبرها كمان ان هي بتظبط كده وتخلي الواحد رايق زي ما كان بيقول محمد منير.